صورة للنجمة الغائبة عن الأضواء عبلة كامل انتشرت من مواقع السوشيال ميديا، اتقال إنها التقطت أول أيام شهر رمضان وهي بتتناول الفطار على مائدة الرحمن، وانتشرت الصورة بشكل كبير على حساب منسوب للفنانة عبلة كامل على موقع إنستغرام. إيه حقيقة الصورة؟ الصورة انتشرت بشكل كبير وتم تداولها بسرعة كبيرة جداً، وكانت بتظهر فيها الفنانة عبلة كامل وهي قاعدة على مائدة إفطار وسط مجموعة من الناس، واتقال إنها مائدة من موائد الرحمن. وظهرت تعليقات غريبة جداً على الصورة، منها: هي عبلة كامل فلست؟ معقولة؟ إزاي ولادها سايبينها كده؟ ليه بس كده وصل الحال بيها؟ الحساب اللي انتشرت منه الصورة غير موثق وبيتابعه أكتر من 341 ألف معجب، ونشر الصورة لتهنئة المتابعين بالشهر الفضيل بتعليق كان بيقول: كل عام وأنتم بخير أحبابي وأولادي، أنا بتابع كل تعليقاتكم الجميلة، شكراً ليكم. وتجاوب معاها عدد كبير من المتابعين، لكن الحقيقة اللي صرحت بيها الفنانة عبلة كامل قبل كده إنها لا تملك أي حسابات على السوشيال ميديا وما عندهاش أي حد بيدير حساب باسمها، وإنها مش متابعة جيدة للسوشيال ميديا، وبالتالي أكيد الحساب ده ملوش أي علاقة بيها. الوحيد المسموح ليه بالتحدث نيابة عن عبلة كامل هو جوزها السابق الفنان أحمد كمال، واللي أكد أن الصورة مفبركة ومش حقيقية، وأن عبلة كامل ما حصلش أنها تناولت إفطارها على مائدة رحمن، وقال بالحرف الواحد: الكلام ده مش حقيقة وكلام فارغ، الصورة دي متفبركة وده شغل فوتوشوب. وبعد تصريحات الفنان أحمد كمال حذف صاحب الحساب الاحتيالي للفنانة عبلة كامل الصورة فوراً بعد الضجة الكبيرة اللي حصلت بخصوصها. ودي مش أول مرة طليق الفنانة عبلة كامل يقول تصريحات على لسانها، قبل كده كمان قال إن الشرط الوحيد عشان ترجع عبلة تمثل هو إن تنتهي نهائياً الجائحة في مصر، وإن عبلة كامل ما اعتزلتش، بالعكس عبلة لسه عندها كتير عشان تقدمه للفن. وقال إن عبلة صحتها كويسة وعايشة وسط أولادها وأحفادها، بس هي ما عندهاش أي حسابات على مواقع السوشيال ميديا. آخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان بطولة مسلسل سلسلة دم اللي قدمت منه 5 أجزاء متتالية وتعرض على قناة MBC مصر، وحقق نجاح كبير، وشاركها البطولة رياض الخولي ورامي وحيد وضياء عبد الخالق ورندا البحيري وأميرة هاني، وهو من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال وإنتاج لؤي عبد الله. من أكتر أعمال عبلة كامل اللي اتحفرت في الأذهان وحبها وعشقها الجمهور من خلالها كان مسلسل لن أعيش في جلباب أبي اللي اتعرض سنة 1995 وحقق جماهيرية كبيرة، وشاركها النجم نور الشريف ومحمد رياض وحنان ترك ونخبة كبيرة تانية من النجوم، وقامت فيه بدور فاطمة كشري شريكة الكفاح مع عبد الغفور. كمان مسلسل حديث الصباح والمساء اللي اتعرض سنة 2001 وحقق نجاح كبير، شاركها نجوم كبار زي دلال عبد العزيز ومحمود الجندي وخالد النبوي وليلى علوي، ويعتبر واحد من علامات الدراما المميزة. وعبلة كامل هي أول ممثلة كان لها بطولات مطلقة في السينما، ودورها في فيلم الليمبي حقق نجاح كبير خلاها تقوم ببطولات منفردة زي أفلام بلطية العايمة، أنا وخالتي، وغيرهم. بس كده، ونتمنى نشوف الفنانة عبلة كامل قريب على الشاشة علشان تمتعنا بأعمالها الجميلة من تاني.